في عدد اليوم تنقلنا ب 200 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة. أنا في ولاية زراعية وعندها بعد تاريخي. رحت رمضان اليوم جابتنا لولاية شلف. فطورنا لنهار اليوم كان في ولاية الشلف عند السيدة خيرة اللي استقبلتنا في دارها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يسلمك. احنا وانتيا ومرحبا بك. صحة وهنا ان شاء الله. احنا وانتوما وانتوما. الله يسلمك. تفضلي معنا. الله يسلمك. تفضلي. بعد ما رحبت بينا جزنا مباشرة للكوزينة باش نبداو الطياب. شراكم شراكم مع رمضان؟ لاباس الحمد لله. نجوزك للكوزينة. الكوزينة ديالك. شوفي لي واش راني نطيب واش درت لك اليوم. اليوم راني عرضتك عندي. الله يسلمك. عندي اليوم نوري لك واش نطيبوا اليوم حنايا ونبداو ميدة رمضان كيما كاع الناس. ان شاء الله. كيما كاع الناس تاع الدزاير. وان شاء الله تكون تكون تكونوا على راحتكم. ونوريكم كاع العادات والتقاليد تاعنا تاع الشهر. طيب يعني دونك نبداو صافي نوجدو؟ دونك نبداو كيما تحبي. نلبسو طابليات. نلبسو طابليات ونبداو. ابتسام. الوغ اليوم كيما قلنا الحريرة اليوم. فوالا تفضلي تفضلي قعدي حنا رانا واقفين نوريولها. احنا دونك نبداو قدرتنا تاع الحريرة نبداو نوجدو في ليزانغريديون تاعنا. حنا حريرتنا فيها الخضره، عندنا اللحم، نديرو اللحم تاع الغنمي يكون تاع اللي شويه فيه العظم باش يجي بنين، يعني ما نديروش الهبره وحدها. عندنا الخضره عادي، كورجات، زروديه، بطاطا، وعندنا لو بيكي بوكيت غارني تاع تاع القزبر. وحنا هنايا قبل نديرو شويه كرافس، نديرو لهنا نديرو في الماء شويه كرافس في الماء، باسكو على بالك يطين كي شغل يشد شويه سخانه. احنا باش ما يتلصقلناش دائما نخلوه نديروه هو الاول، نديروا شويه ماء ونديروا ذاك الكرافس ونحطوه فوق الغاز. قبل ما نحطوه فوق الغاز نسخنوه وبعد ذاك نبداو نديروا في ليزانغريديون تاعنا. نديروا اللحم تاعنا، نديروا شويه بصل ملحي هكذا. عندنا زوج سنينات ثوم نديروهم هكذا، هي نديروا هكذا. عندنا الخضره تاعنا الكورجات نديرو هكذا، كلشي نديرو هكذا على أربعة. زروتية نديرو عندنا فوالا طوماطيش. كاين اللي يديروها كيما هكذا يا بكري، نديروها داخل نقسمو الحبة هكذا ثاني على أربعة ولا على زوج باش تتقلى معاها. بيسكو على الطوماطيش هي تعطي البنة. الزيت هاوينية ولي زيبيس واش نديرو؟ نديرو حنايا نديرو شويه زيت. عينك يا ميزانك. هنا ما نكثروش الملح بيسكو الملح راكي عارفه رانا نديرو غير شويه. حنا شوفي نرس الحانوت تاعنا، شوفي الريحه تاعو يعني فيه البريسك توابل سبعه، فلفل العكري، كاين فلفل الحلو وكاين الحار. كل واحد واش يحب. ديري شويه في المهم فلفل العكري الحلو يندار يندار، ونديرو معاه شويه حرور. الحرور هو اللي يعطي البنه في الحريره تاعنا هكذا. ونديرو لو بوكيت غارني تاعنا هذا، تكون فيه الكرافس والقزبر، تكون فيه الكرافس والقزبر. ودركا بقى الطبق، طبق ثاني ديجا. هاي ابتسام بدات، هاي ديجا كملي زيدي كملي هاي ديجا بدات تدير الدولمه الدولمه كي تجي فيها اللحم وتجي فيها الدجاج تجي بنينه. يحطوها نديرو هنايا، نديرو الدجاج تاعنا، نديرو دركا شويه تاع زيت بيسكو الدجاج ما نكثروش فيه الزيت بزاف، غير شويه تاع زيت. احنا الدولمه تاعنا نديرو فيها غير الملح والحرور والقرفه، يعني ما ندير ميم الحرور ما نكثروش بزاف، يعني تجي باش تجي بيضه. هذا واش نديرو فيها الدولمه تاعنا. نزيدو نديرو شويه حميصه
ونديرو شويه محدوس، وهذا خلوه من بعد للزينه باش نزينو، باش نزينو به. هنا دركا هيا ابتسام بنتي، هيا ديري التقليه تاعك كما درتي، كما درتي الشوربه عادي. هنا ابتسام شو كديري؟ نوجد في الطماطيش تاع المعلبه باش نحلها شويه. تشمي في الريحه؟ راهي مازال ما ندرتش المرمز، كي تندير المرمز تولي ريحه واحده اخرى، تولي ريحه واحده اخرى. فوالا تولي ريحه واحده اخرى. هنا تزيد تتقلى واحد 10 مينيت ولا ان كارت دور فوالا، ومن بعد تمرق. ودوكا المرمز واش ديري له ابتسام؟ المرمز باش درنالو الماء سخون باش يترنخ، باش يجينا ساهل في الطياب، ديجا يكون دار نص الطياب. تمخيه شويه يتسمى. فوالا نزيدو له الماء سخون باش كي يترنخ مليح مليح. دوك نزيدوه مع الفاني التقليه، باسكو يزيد يتقلى فاني يطلق البنة تاعو مليح مليح. طيب نص طياب. كيش مختي. فوالا بنتكو. ما يتلصقش. كلش راه طايب دوك، كل حاجة راهي طايب. خلو غير يتقلى شوية وبعد نزيد الماء. فوالا. فوالا. نقدر البصل والدجاج مليح باش ديجا يكون ثاني يطيب لنا نص طياب. شكون مرقو ما تديرناش الوقت بزاف، باسكو الطاجين ديجا يشد الوقت، يشد السخانه ويشد الوقت. ودائما التقليه تاعنا تكون على نار قليله باش تجي الماكله تاعنا مجمعه وبنينه. ما نكثروش الماء بزاف. دوك نديرو الخضره تاعنا يعني برتوبيه. اي والله كي طيب ما تنحش، كي تجي تسربيها تجي. سي بون كلش هو جات كلش طايب، نبداو نحطو طابله. كل المغرب قريب ياذن علينا، لازم يكون كلشي واجد. لازم. هيا ان شاء الله، هيا نبداو. أطباقنا لنهار اليوم راهي واجدة، الضلمة، الشربة، المطلوع، وكل ما لذ وطاب، وما بقى غير الشيخ يقول الله أكبر. الأذان أذن. الله أكبر، صحتكم. أنا نتوالى بوليدي، وأنتم معاكم الصبر والحليب. افتحوا رمضانكم فوالا. انا نعطي لوليدي يشرب. اللهم لك، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فوالا. هي بسم الله. على مائدة اليوم كان وليد السيدة خيرة معنا اللي صام لأول مرة، وعلى هذا نهار اليوم كان خاص جدا، الشيء اللي خلى كل عائلته فرحانة به. ما كاين مثل بكري يقول يعطيك وقت الغلا يعطيك عقل. هذا بكري سخون. لا يا في بنا شويه تاع لا سخون دافي. هيا بصحتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. صحة رمضانكم، صحة وليدي. هكذا تزيد صوم، زيد. زيد. هيا مزية هاي. بعد الفطور وجدنا مائدة السهرة اللي شبحناها بمختلف الحلويات. خير يعطيك الصحة، الفطور كان هايل، واني نشوف الله يبارك طابلة راهي يعني تشهي. الأولى راكي بلا مزيتنا وراكي ضيفتنا في سيدنا رمضان، إن شاء الله يعود علينا وعلى الأمة الجزائرية وعلى الأمة العربية بخير إن شاء الله، وكل عام إن شاء الله يكون في حلة، في حلة جديدة. بدأت شوية تنقص هذا السهرات وهذا القعدات، يقعدوا ماشي ما يقعدوش، بصح كي عارفة كل واحد وكيفاش يلها كيفاش. كانت بكري تتلم كيما احنا هنا في شلف، كنا استدير جوارين ولا العائلة
كامل يتلموا وكل واحد كيما كتقولي انت الخير كل واحد يجيب حاجه. حنايا معروفين في شلف بالضبط بالطابع والغربيه، بصح حنا كتونا صغار ونبغوا دائما التجديد ونبغوا الاختلاف، ما نبقاوش غير في الطابع. كشوف الطابع ينتكل غير مع القهوه، تسمى اليوم درت لكم التيريات والبقلاوه والكاكا تاع المعجون هذا هو، وبالطبع الكريبش شي اللي غير زياده. حنا عندنا نزيدوا القلب اللوز والزلابيه كل واحد واش هادو اللي ما كاينش دار في الجزائر ما يكونوش فيها. يعطيك الصحه ومرحبا بك. الله يسلمك تاج. السهرة ما تحلاش إذا ما داروش كل أفراد العيلة على كاس لاتاي، والقصرة لساعات تكون حتى وقت السحور. رمضان تاع بكري مش كيما تاع دروك، بكري كانوا نقولوا للناس كيصوموا رمضان كيصلوا يفطروا ومن بعد يروحوا يصلوا التراويح يتلايموا العائلة، يجوا نقولوا العائلة يتلايموا حتى ستة سبعة أفراد في الاخر، يبقوا سهرانين يديروا قهوه اتاي يديروا شويه مكسرات ويجمعوا كالي ديفا في بعض الاحيان يجيبوا حتى السحور. ودروك هذا تاع بكري وتضروك دخل علينا هذا التواصل الاجتماعي تاع الفيسبوك، كي واحد كي يجي يبي يسهر ولا ما با السلام عليكم كي راكم لاباس واش راكم، بعدين كل واحد قابض البورطا بتاعو يبدا بس فيسبوك، كل واحد موش كاع كاين الاخر دي فوا كي تسالي يقول اه ما يكونش كاع ماشي علاقه كاع ما كاش. تعرفنا مع بعض مشاهدينا على عادات وتقاليد ولايه تشلف في شهر رمضان. نشكر خيره محمد وابتسام على الاستضافه. مرحبا بك. الله يسلمك. انتظرونا مشاهدينا في اعداد مقبله من برنامج ريحه رمضان. صح سحوركم. عطيني تشوف لسانك عطيني باش فوالا هكذا احنا نحليو لك لسانك بالذهب.